الالتزام واعتمادات الدفع اللي وجدت في قانون المالية لسنة 24 هي أكثر. لقد أولى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اهتماما بالغا لقطاع السكن والعمران والمدينة، الأمر الذي تجلى من خلال الميزانية القطاعية الممنوحة لدائرتنا الوزارية بعنوان سنة 2024، والتي قدرت بها رخص الالتزام ب 1104.32 مليار دينار جزائري، وهذا ما يرسخ مبدأ المكتسبات الاجتماعية وترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية اللي تحرص عليها السلطات العليا للبلاد. وكانت حصة التجهيزات العمومية منها معتبرة، حيث تم تخصيص 261 مليار دينار جزائري كرخصة التزام و 26.8 مليار دينار جزائري كاعتمادات الدفع. هو إذن غلاف مالي من شأنه السماح بتسجيل البرنامج المسجل في القانون المالية لسنة 24 والمقدر ب 326 مرفق عمومي، أن قطاع التجهيزات العمومية وخاصة المرافق التربوية لها الأهمية القصوى، ما يستلزم ويلزم الإدارة المركزية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث قمنا بإنهاء مهام 6 مدراء تجهيزات عمومية ممن لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف.